هل الذهب هو الملاذ الآمن للاستثمار في أوقات الأزمات؟ يلجأ الجميع للاستثمار في الذهب وقت الأزمات العالمية، لا سيما أن الذهب يعد أحد الأوعية الاستثمارية الأكثر أماناً لاحتفاظه بقيمته. بدأ الذهب إيجابياً بنحو مطلق منذ بداية العام الحالي الذي شهد أزمة تفشي فيروس كورونا، فارتفاع معدلات شراء سبائك الذهب صاحبه عجز في تغطية الطلبات نتيجة الإقبال الكثيف على الشراء، وذلك بالتزامن مع تعطل عمل المناجم وتوقف حركة النقل. إقبال المواطنين على شراء الذهب والمجوهرات لم يكن عند المستويات المتوقعة، حيث تسبب الركود العالمي في ارتفاع المخاوف لدى المواطنين، الأمر الذي دفعهم للاحتفاظ بالسيولة النقدية تخوفا من تفاقم الأزمة خلال الفترة المقبلة وتعطل حركة التجارة العالمية.